الأحوال وتركيا وتشاد ومالي وسنغال وإريتريا وأثرت الأردية تأثيرا مباشرا أو غير مباشرة على كثير من اللغات في العالم الإسلامي كالتركية والفارسية والكردية والأردبية والماليزية والإندونيسية والألبانية وبعض اللغات لغات الإفريقية الأخرى وبعض اللغات الأوروبية وخاصة المتوسطية منها الإسبانية والبرتغالية وهي السادسة من اللغات الرسمية في المملكة المتحدة. أولا نحن نلقي نظرة على مفهوم الفصيحة أو العامية. ما هي اللغة العربية الفصيحة؟ اللغة التي تراعى فيها النطق من الحركات والإعراب واختيار الكلمات وأصول النحو والصرف. تعرف اللغة الفصحى بأنها لغة الكتابة التي تزامن بها المؤلفات والصحف والمجلات. والشعور الكذائي والتشريعي والإدارة ويعلق بها الشعر والنثر الفني. تستخدم في الكتابة والتدريس والمحاضرة وفي تفاهم العامة إذا قاموا بسبب معوزي يمت بصلة إلى أعداد والعلوم. ما هي اللغة العربية العامية؟ وهي مخلطة من النواحي الأربع من كونها لغة المعاملات اليومية من السوق واللغة ولغة التخاطب الغير رسمي والتي تستخدم في البيت والمجتمع. اللغة العربية التي وصلت إلينا هي اللغة المشتركة في الجزيرة العربية وكانت قبل الإسلام بلهجات القبائل وبينها اختلاف في اللفظ كلهجات تميم وربية ومزر وقياس وهزيل وقزا وغيرها. ومن هذه اللهجات المتنبية تعتبر لهجة القرشية من أقوى اللهجات في تقنين اللغة العربية الفصحى. ونظرا إلى التعريفين المذكورين نستطيع أن نفرق بين الفصحى والعامية من العربية نحو التالي. الفصحى تقتصر على خاصة أي لغة تبقى للمتعلمة ونعتبر اللغة الرسمية المعترف بها في إدارة المؤسسات السلطية وفي المحافل الدولية والإعلامية والتربية والعلمية والأدبية. أما العامية يتحرر العامية من التفيد والأحكام اللغوية تمتلك على سجيتها الكلامية باعتبار اللغة المحلية. تتمثل الفصحى والهالة هذه بمصدرها البليغ المتمثل بالقرآن الكريم الذي يتوجب قراءته وفق الأصول المقتمة وبشكل خاص في عملة التجويد. تتميز العامية بلهجاتها القصيرة بتابع المغايرات النبرية والقياس المشترك في البلد الواحد. كانت تقول هذه لهجة المصرية اللبنانية العراقية. وقد تكلمت في المقالة